صارح امك اصحى وصح امك. المستشار مرتضى منصور خرج من محبسه. اصحى حفافيه الشريفه. الله، هو في ايه؟ انا مش بس دخلت اسد وطلعت اسد، لا انا دخلت اسد وطلعت اسد بشرط. طبعا بنقول الحمد لله على السلامه للمستشار مرتضى منصور، الحمد لله على سلامته ونور بيته النهارده. اصحى بيه، اصحى محترم. اسمح لي في البدايه اقول لسياده المستشار الحمد لله على السلامه. اطفال الزمالك بيسالوا عنك كل شويه كل شويه، يروحوا الترابيزه يقولوا المستشار فين. على تحديد يا نمرة واحد، بهني وزير الداخلية برجالتي. أنا شفت ست سجون أنا مش شفتهمش في أمريكا بصراحة. ابتدينا نكذب. وأنا مش فاهم ليه ده ما بي... يعني سيبك من أحمد موسى اللي بيذيع الكلام، محدش بيصدقه. يعني لما أحمد موسى الواد أحمد لما بيقول الكلام ده لسيادة الوزير أصلا محدش بيصدقه، يقول لك ده الدولة دي بتهجس. ما تعملش معاملة خاصة على فكرة، بالعكس أنا المفروض طبقا لقانون السجون وقانون الإجراءات أنا أنفذ في مستشفى مثلا عجوزة المعادي أي مستشفى هنا. لكن هو طبعا خوفا من الناس إنها هتتجمهر، فهم حتى قالوا لي هنروح وادي النطرون، هيبقى بين اسكندرية وبين القاهرة، واللي يحاول يوصل لهناك بيتد حيله. يعني دي دولة دي ولا يعني ده قانون ولا مدينة ملاهي ولا مرجيحة؟ عزبة. استناني بره عشان تحاكم محاكمة عادلة وتقعد يقعد مع ده الخازوق. انا عايز رئيس الجمهورية يروح يفتتح. هما بيقول لك ايه بقى؟ بس هو لو جه افتتح ده احمد موسى، الناس اقول له ايه؟ ده بيتوسع في السجون. السجون بقت النهارده اتغيرت تماما، بقت النهارده مراكز اسمها مراكز الاصلاح والتأهيل، تغير خلاص، محدش يقول سجن. السجون دلوقتي اسمها الاصلاح والتهذيب، الاصلاح وايه؟ والتأهيل مش كده؟ بيطلع مواطن صالح، طب انا يا سيادة الوزير ما اتصلحتش، اعمل ايه؟ ارجع تاني اصلح؟ نكدت علينا. ايوه انا ما عنديش معركه مع النادي الاهلي، انا عندي معركه مع محمود الخطيب بدات خلاص. المهم يا نجم ان انت لازم ترد عليه في بيتش. لم يعد هناك شيء الا الخناقه الكبيره، مصر قاعده على الخناقه الكبيره، ودلوقتي رجعت الخناقه الكبيره تاني من اول جديد تاني، هو ما فيش غير كده. الخناقه. عايز اوجه رساله للناس الحساله. انا اتساومت بين حريتي او حبسي او ثلاث حاجات. نمره واحد، اقسط للكهرباء 5 سنين. انسى قضيه نادي القرن، اعمل اعتذار لاخويا محمود، اقول كده لك حرف كده اخويا محمود انا ما كنتش فاهم وفهمت، انت على راسي، انا مش عايز اعمل حاجه عشان عيب الناس اللي شفنا محترمه يعني. يا ابن الايه بجد بقى شيء مهين، بقى شيء بايخ، بقى شيء شكله وحش. وانا محمود واقف اهو بقول لك المعركه بدات. لغايه امتى هنفضل ساكتين على هذا الامر؟ ولو انت زعلان من الكلام ده يا ابني بلاش يتزاع. ها كفايه كده ولا كمل في الاوجاع؟ في حاجات هتتقال، الشعر اسود شعره ابيض. القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. بالله عليك قول له حاجه، بالله عليك. الموضوع بقى اهلي وزمالك، الموضوع بقى اخطر من كده بكتير بكتير بكتير، وانا مكمل مش هتغير. اي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من اي خراره.